এরকম এখন ঠিক হচ্ছে না, বা ঠিক আছে মাদের দরস মেরে খার ছাপা তো চালে আর তো সদা দালা লাস উইচে দেবে দি চফে বিসমিল্লাহ রাহিম সালাম আলাইকুম ফর ইজামি আর ইনশাআল্লাহ ফর ইজাস তো আদে হাল প্রজেক্ট শি তালিম নাও দেখ শি সবাব না ফ লা পার্টি দিয়ার রিকনস্টিটিউশন দের মুকবুন তাহা সামনো দেখ শি সামনো দেখ দি পার্সেন্টেজ রে দেজা تكلمنا عليهم ولا ديجا حسبناهم في الفيديوهات السابقه نستعملوهم في واحد الاكزرسيس اللي غادي يفيدنا ان شاء الله. اذا اللي راه فيكم هذا الاكزرسيس وليد فو سافوار لو فوليم دو دي اوكسيجين كونتوني دون سا شامبر. كان واحد الشخص بيان سيغ سميتو وليد، هذا الشخص هذا بغا يحسب ماذا؟ بغا يحسب لو فوليم حجم ديال ثنائي الاكسجين اللي عنده فين في لا شامبر ديالو، ودور مزيان او انتبه مزيان على هاد ديوكسيجين صافي. راه ما بغاش هو يحسب الحجم ديال الهواء، راه ما بغاش يحسب الحجم ديال الهواء، هو بغى يحسب الحجم ديال ديوكسيجين. لان الهواء شنو قلنا عليه؟ كيتكون من الازوت، من الاكسجين، من ثاني اكسيد الكربون، من الارغون، انسيد سويت. هو ما بغاش الهواء، هو بغى لو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين راه هو اللي قلنا عليه انه النسبة ديالو في الهواء كتساوي 21% إلى قلته سي كلير. دونك هاد المسألة هادي رد معاها البال، ودائما قرا لي المنصب مزيان باش تفهم المصطلحات هادي شنو كتعني وهادي شنو كتعني وهادي شنو كتعني. ألوغ بغا يحسب ثنائي الأكسجين اللي عنده فين في لا شومبر ديالو سي كلير. هاد لا شومبر هادي كيداير الهندسة ديالها، لا جيومتري ديالها، عندها واحد لا لونغور كيساوي 4 متر اللي هو الطول، لا لارجور اللي هو العرض كيساوي 3 متر، ولا هوتور اللي هو الارتفاع كيساوي 3 متر. يعني غرفة فيها طول 4 متر في 3 متر في 3 متر سي كلير. اذا الشكل ديال هاد الغرفة دي كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون بيان سيغ متوازي المستطيلات سي كلير، متوازي المستطيلات سي كلير. الوغ شوف معايا لا كيسيون نيميرو ان، سي كوا لو فوليم دو لا شومبر. بغا يحسب لي، بغا مني انني نمشي نحسب الحجم ديالاش ديال الغرفة سيكتيغ. بطبيعة الحال حجم الغرفة عنده واحد الدلالة أخرى غادي نشوفوها إن شاء الله في الإجابة. إذا بيان سيغ الحجم كيفاش كندير نحسبو؟ بيان سيغ ندير واحد الغرفة معينة، كيفاش كندير نحسبو؟ هما ديجا قريتو هادشي هدا في بخوميييغ أني كوليج. إذا كانت عندكم واحد الجسم أو واحد العنصر عنده شكل هندسي محدد، إذا فأنا كنستعمل ماذا؟ كنستعمل علاقة رياضية بحال مثلا المكعب. كيفاش كندير نحسب الحجم ديال المكعب؟ المكعب هو هو ماذا؟ هو الضلع في الضلع في الضلع، الضلع في الضلع في الضلع، يعني لان الاضلاع كلها عنده متساويه. حنا الاضلاع ما عندوش متساويه، لا شومبر ديال الوالد الاضلاع عندها قيم مختلفه، طول مختلف على العرض سي كلير، و ارتفاع مختلف على الطول. اذا هذا ما سميتوش مكعب، هذا سميتو متوازي المستطيلات. اجي نشوفو هاد متوازي المستطيلات كيفاش ممكن انايا نحسب الحجم ديالو سي كلير. يلا شوف معايا، ماشي جوجل دائما الى حصلت خصك تتعلم هذه المساله هذه. راه الجواب ما كاينش غير في الدفتر ولا عند الاستاذ، الجواب راه كاين في كاع دوك الاجهزه اللي كتهز معاك كلها تلقى فيها الاجوبه سي كلير. راه جي نكتبوا لو فوليم دا باراليبيبيد. الو باراليبيبيد هو متوازي المستطيلات اللي داير بحال هكا. اذا هكا دايره الغرفه ديال الوليد شتي. اجي نشوفو لو فوليم، هاي العلاقة عطاها لينا هنايا. لو فوليم ديال هاد الباراليليبيبيد ديال متوازي المستطيلات كيشبه الغرفة ديال الوليد، كيساوي اف بي في استثناء هو ا هو الطول، و بي هو العرض، و سي هو الارتفاع. شتي العلاقة؟ اذا هاد العلاقة مباشرة غادي نستعملوها باش نلقاو الجواب. واضح هادشي هدا؟ يلا اجيو نستعملو العلاقة. اذا لو فوليم دو لا شومبر، لو فوليم دو لا شومبر ايكال كوا؟ ايكال طول في العرض فاش في ارتفاع. الطول هي 4 متر، في العرض هي 3 متر، في الارتفاع اللي هو 3 متر سي كلير. دونك ايغال كوا؟ 4 في 3 في 3. جبت آلة حاسبة ونحسب دائما، مابقاش نصعب الامور دائما. شي حاجة نجبد آلة حاسبة مابقاش نفكر، ربما نخطأ. صافي 3 في 3 هي 9، و 9 في 4 هي 36. صافي هي 6 36. إذا V ديال لا شومبر إيكال
36 والسالي لا مازال ما ساليت. شنو خصني ندير انايا؟ خصني ندير الوحده. شنو هي الوحده ديال الحجم؟ واش كنجيبها من راسي؟ لا ما كنجيبهاش من راسي، كنجيبها من المعطيات. المعطيات ديالي شوف كيفاش دايره، عطاني الطول بالمتر، وعطاني العرض بالمتر، وعطاني الارتفاع بالمتر. شنو درت هنايا في العلاقة ديالي؟ ضربت المتر في المتر في المتر، إذا شحال غادي تكون الوحدة؟ هي المتر كوب، المتر أس 3. ألور الفوليوم ديال لا شومبر ديالي هي 36 متر كوب، سي كلير. كاين واحد الملاحظة أنا خصك تلاحظها، حيت هاد الملاحظة هادي غادي تعاوننا باش نجاوبو على السؤال رقم جوج. شنو هي هاد الملاحظة هادي؟ الملاحظة هو أن الحجم ديال الغرفة، حجم الغرفة هو نفسه حجم الهواء. علاش حجم الغرفة كيساوي هي حجم الهواء؟ شنو هو السبب؟ لأن الغرفة خاوية. الغرفة باش عامر الغرفة؟ الغرفة كاملة عامرة بالهواء، فهمت الفكرة؟ إذا شو ممكن نستنتج؟ ممكن نستنتج أنه إذا أنا استطعت نحسب حجم الغرفة، راه أنا في نفس الوقت أنا حسبت حجم الهواء، فهمت الفكرة؟ لأن الغرفة هنا باش عامرة، غرفة كلها راه عامرة بالهواء، فهمتي الفكرة؟ غرفة كلها عامرة بالهواء، يعني راه نفس القيمة. دونك في ديال لا شومبر ايكال اوسي في ديال لاغ. الغرفة كاملة عامرة باش بالهواء. دونك هنايا بما انني حسبت حجم الغرفة، راه ايضا حسبت حجم الهواء، لان حجم الغرفة يساوي حجم الهواء داخل الغرفة. واضح هادشي هذا؟ الحيز اللي كتاخد الغرفة راه هو النت، الحيز اللي كياخد الهواء. راه حنا بيان سور الهواء ما كنشوفوش، داكشي علاش ربما نطيحو في هاد الخلط هذا، سي كلير. اذا حنايا حسبنا الحجم ديال الغرفة، وفي نفس الوقت حسبنا الحجم ديال الهواء اللي هو شحال، اللي هو نديرو شي لون اخر، اللي هو 36 متر كيب، سي كلير. اجيو دابا نحسبو لو فوليم ديال لو ديوكسيجين. الو حسبوا الحجم ديالاش ديال ثنائي الاكسجين. عقلتوا على النسبه المئويه اللي تكلمنا عليها سابقا في الفيديوهات السابقه، قلنا ان نسبه ثنائي الاكسجين شحال هي؟ هي 21%. هي شحال؟ هي 21%. اذا هاد النسبه هادي غادي نستغلها باش نحسب نسبه او حجم الاكسجين في الغرفه، حيت حنايا ما بغيناش الحجم ديال الهواء. شنو بغينا حنايا؟ بغينا فقط حجم الاكسجين. وشنو قلنا على الأكسجين؟ قلنا أن الأكسجين كيتواجد بنسبة 21% في الهواء. واضح هادشي هذا؟ يلا نجيو نحسبوها. إذا في ديال الأكسجين إيكال كوا؟ إيكال الحجم ديال الهواء مضروب في 21%، حيت حنا كنعرفو أن الأكسجين النسبة ديالو في الهواء شحال هي 21%. شنو معنى أنني شديت هداك الحجم ديال الهواء وضربته في 21%؟ معناه أنني شديت حجم الهواء وضربته في 21 وقسمته على 100. هذا هو المعنى ديال ضرب في 21%، سي كلير. إذا نجم نديرو هاد العلاقة هادي، في ديال الهواء شحال؟ هي 36 مضروبة في 21 على 100. نجم نشوفو النتيجة بيان سي. غادي نستعمل آلة حاسبة، دائما آلة حاسبة غادي تفيدني في هاد المسألة هادي، سي بيان. نجم نحطوها. إذن 36 مضروبة في 21 سيبيان مقسومة على 100، تجيني 7.56. ألور في تاع الأكسجين إيكال شحال؟ إيكال 7.56. 7.56. شنو غادي نزيد ديها؟ الوحدة. شنو هي الوحدة؟ هي المتر كيب. لاحظتو؟ إذا كان هذا هو الجواب ديال السؤال ديالي. هذا هو الحجم ديال ثنائي الأكسجين في الغرفة ديال والد. سي بيان، ميرسي بوكو بوغ فيديو إن شاء الله.